فيما يخص عدم استعمال قوة الشرطة للطلقات التحذيرية. تساءل الرأي العام عن عدم لجوء قوات الشرطة إلى استعمال طلقات تحذيرية خلال تواجدها في مواجهة الحشد الكبير. أمام هذه الوضعية أسدت القيادة العليا تعليمات صارمة بعدم استعمال طلقات تحذيرية تفاديا لأي انزلاق أمني خطير، وهو ما كان تصب إليه بعض الأطراف المعروفة بعدائها للجزائر في محاولة لتفجير الوضع بالبلاد. كما نحيط علماً الرأي العام أن قوات الشرطة بإمضائرة الأربعاء ناينتيرة كانت مقسمة إلى 3 أفواج عمل، بينما كان الفوج الأول يشارك المواطنين في عملية إخماد الحرائق المشتعلة بغابات المنطقة، كان يعمل الفوج الثاني على تأمين وإنقاذ شخصين اللذان كان يشتبه في تورطهما في إشعال النيران، حيث كان يتواجدان بداخل مقر أمن الدائرة، في حين الفوج الثالث المتكون من 4 عناصر شرطة كانوا على متن سيارة المصلحة، وقد تم محاصرتهم ومهاجمتهم من قبل حشد كبير من الأشخاص في حالة غضب وهستيريا عالية. في هذا الصدد نوجه تحية لقوات الشرطة التي التزمت بضبط النفس وتحلت بالرزانة والتحكم في الأعصاب وعدم الانسياق وراء الاستفزازات، مبطلة المخططات الإجرامية التي كانت تسعى إلى تفجير الوضع. وهنا أترك المجال لممثلي وسائل الإعلام تصور ماذا كان سيحدث لو استعمل عناصر الشرطة طلقات تحذيرية وسط جو جد مشحون.